السيد طارق خوري بدل السيد رمضان الحليطي، ومن ثم دور رمضان بدل طارق. عندما نطالب بإغلاق سفارة الصهاينة احتراما للدماء الزكية والأرواح الطاهرة التي بذلت من أجل فلسطين، وفي المقدمة أبناء الجيش العربي المصطفوي، تعلو الأصوات بأن خوفنا على الفلسطينيين وعلى الأردنيين من أصول فلسطينية هي ما تمنع حكومتنا من قرار كهذا. وعندما نلح على ذلك عادات الحكومة، ولكن بموضوع اتفاقية الذل والعار، اتفاقية وادي عربة، يهجم علينا من يتحجج بأن الاتفاقية أيضاً لحماية الفلسطينيون وليستطيعوا أن يدخلوا فلسطين المحتلة، ونتمكن من مساعدة الفلسطينيين بالمشفى الميداني وما شابه، حتى تريد حكومتنا منا أن نؤمن بأنها لا تفكر إلا بفلسطين وتحريرها. لقد قررت حكومتنا شراء الغاز من الكيان المحتل لفلسطين ولمدة 15 عاماً. سندفع المليارات للسارق، هل تصدقون؟ يقول المثل الشعبي: السارق من السارق كالوارث من مال أبيه. ولكن حكومتنا قررت أن تشتري غاز فلسطين من سارق فلسطين، ولتعلم حكومتنا بأن كل دينار تدفعه للصهاينة هو جزء من ثمن رصاصة كالتي قتلت الشهيد رائد زعيتر، وكل دينار هو جزء تدفعه حكومتنا لصاروخ أو طائرة كالتي قتلت أطفال غزة وتدمر جوامعها وكنائسها ومشافيها ودور عجزتها. هل تريد حكومتنا أن تكون شريكاً للصهاينة بقتل أهلنا؟ هل تريد حكومتنا أن تمول إجرام الصهاينة بمال الشعب الأردني الشريف؟ وهل تظن حكومتنا أن الشعب الأردني يقبل أن يدفع ثمن الرصاصة للصهاينة؟ هل تريد حكومتنا أن نعيش الأصعب لنرضى بالصعب؟ ويا لخجل التاريخ من اتفاقية كهذه، يا لخجل تراب الوطن الذي نعيش عليه من أشخاص تقبل أن توقع على تمويل قاتل، يا للقهر الذي سيصيب أرواح شهداء معركة الكرامة، وكل شهيد في الجيش العربي استشهد لأجل فلسطين. وعلي، وبعد أن اتخذ جلالة الملك خطوتين متقدمتين وهما القدس ورومانيا، على الحكومة أن تحذو حذوه وتتخذ قرار متقدم بإلغاء اتفاقية الغاز، وإن عجزت عن اتخاذ قرار حر وجريء بإلغائها، عليها أن تعرضها على مجلس الأمة حسب البند 2 من المادة 33 من الدستور الأردني. وشكرا. شكرا السيد خالد البكار. شكرا سيد الرئيس. زملاء لجنتكم المالية بالتعاون مع لجنة الطاقة كانت قد أولت قطاع الطاقة جل الاهتمام، وناقشنا قطاع الطاقة بتفاصيله، ولذلك أتمنى إن أدركني الوقت سيد الرئيس أن تمنحني دقيقة أو دقيقتين، لأنني سأتحدث عن أرقام في قطاع الطاقة خلصت إليها اللجنة المالية. أولاً، علينا أن ندرك أن قطاع الطاقة يحمل خزينة الدولة مجمل مديونية قطاع الطاقة من مجموع المديونية 19%، ولذلك هذا رقم مذهل وكبير، ويحتاج أن تولي الحكومة جل الاهتمام لذلك.